ليا صديق اسمه محمد عادل بعت لي بيقول لي طب هو احنا عندنا في مصر احزاب يمين ووسط ويسار زي كده؟ لا احنا في مصر سلطه بقى. يعني ايه؟ انا عشان ارسم خريطه زي كده لمصر والله ما اعرف. احنا عايزين علم سياسه خاص بمصر، مساله ملخبطه في بعضها. يعني اعرضوا الجدول كده تاني يا شباب. يعني هو تقلي قبل 52 كان ممكن اعمل لك جدول زي ده واقول لك مين بيفكر في ايه، واقول لك مثلا انه والله كان عندنا يعني احزاب، كل حزب او كل جماعه بتمثل، يعني كان ممكن يبقى اقعد من كده شويه بس كان يبان له ملامح. فاقول لك والله في قوة سياسيه بتمثل كذا وفي احزاب بتمثل كذا والملك واحزاب المرتبطه بيه بتمثل كذا. احنا في مصر بعد 52 حركه عارفين لا غنى الاحزاب ولا غنى الملكيه الخاصه، ما بقاش في رجال اعمال وما بقاش في صناعات يعني قطاع خاص وما بقاش في جرايد يعني الجرايد كلها مملوكه للدوله. فده عمل زي رحمه لخبط الكوتشينه كلها. احنا المفروض دلوقتي بنكون بنعيد يعني بناء الكوتشينه. فدي واحده من مهام الجيل الحالي اللي هو حضراتكم وانا معاكم، يعني ان احنا يبقى عندنا خريطه، يبقى عندنا بدائل سياسيه نقدر نقول والله ده البديل الف والبديل ب والبديل ج وده رؤيتهم كذا. مش لازم يوصلوا لرئاسه الجمهوريه يا عم، مش لازم، بس يبقى فيهم لهم تواجد جوه البرلمان. يعني انت جوه البرلمان النهارده فين قوى اليسار؟ فين قوى اليمين؟ فين قوى الوسط؟ فين القوى اللي بيسميها يعني براجماتيه بمعنى انها واقعيه؟ ما تعرفش، هو كل واحد ماشي لوحده كده. وقانون الاحزاب ما بيشجعش لانه مدي عدد كبير جدا للفردي، فالفردي ده انا داخل بطولي انا معايا الجماهير، طب ايه برنامجك الانتخابي؟ ولا حد اصلا عارف ايه برنامجه الانتخابي. طب انت انتخبت على اساس ايه؟ يعني انت مثلا هتعمل لنا ايه لما ربنا كرمك وتفوز؟ يقول لك كل واحد هيجيب له صندل وجلابيه. طب هجيب له صندل وجلابيه دي احطها فين في التصنيف اليمين المتطرف واليمين البتاع؟ ولا فيش حاجه في اليمين اسمها صندل وجلابيه، بس احنا شغالين بالصندل والجلابيه. هجيب لك صندل وجلابيه، اجيب لك اعمل لكم صرف صحي، خدمات. يعني احنا الحقيقه كاننا في حياتنا السياسيه احنا لسه على المستوى المحلي، يعني مجالس شعبيه. احنا يعني حتى البرلمان اللي احنا بننتخبه ده من هو الجهه التشريعيه للدوله، ده ما ينبغي ان يكون. بس هو فعليا عقليتنا احنا كناخبين واحنا بنصوت، ده الراجل اللي قاعد في اليمين ده بقابله كل يوم على القهوه اديله صوتي. فما فيش برامج بالمعنى الدقيق للكلمه، ما فيش ايديولوجيات، ما فيش رؤيه. هو الواضحه انه في اسلامويين دول ماشيين في سكه ربنا دقنهم وشايفين انه مشاكلنا كلها تتحل بان احنا نحط ايه قرانيه على كل مكتب واحد فاسد، فبس يبقى الايه فوق موجوده وهو تحت بيرتشي براحته خالص. وفي ناس ثانيه التيار المدني بقى التيار الوطني ما اعرفش نسميه ايه، بس داخل ده فين بقى مشاكل المواطنين؟ احنا كده. فيعني انا للاسف محمد عادل وكل الناس اللي ممكن تتساءل طب احنا عندنا خريطه شبه دي تعبر لنا عن الحياه السياسيه المصريه، اقدر افتعل. يعني اقدر كده اجيب لكم برضو حاجه شبه كده واقعد اقول لكم هنا بقى والله المصريين الاحرار بيعملوا كذا، مستقبل الوطن بيعمل كذا، الوفد كذا، الاحزاب الناصريه والقوميه ماشيه في سكه كذا. بس هل فعليا في كوادر كبني ادمين وفي برامج يعني رؤى والسياسات مقترحة عشان تعالج مشاكلنا وفقا للبرامج دي والناس دي ملتزمين بيها بجد؟ لا. ما هو زعيد قال بعد عملنا الاشتراكية لك احنا اكتشفنا ان في مشكلة، عملنا اشتراكية من غير اشتراكيين ونعمل رأسمالية من غير رأسماليين ونعمل ديمقراطية من غير ديمقراطيين، ففي الاخر تطلع بلوزة. في كل الاحوال ان شاء الله بكره يبقى احسن كتير، بس على الاقل دينا عرفنا ايه اللي بيحصل في فرنسا. والنهارده كان يوم كويس في العلاقات المصريه السعوديه، ده مهم جدا 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 علشان المنطقه ديت يعني ما يستمرش انفراط عقدها بالطريقه اللي كان موجود عليها. ان شاء الله بكره يكون احسن. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. هذا ما امكن اراده وتيسر اعداده وقدر الله لنا قبله.